يسعد صباحكم عن جديد. وهلا حنبلش الاكله الملوكيه، الاكله اللي اكثر جدالا عنا دائما بسوريا، يعني من زمان، يمكن اخذت وقت اكثر من كورونا لهلا بيتباحثوا فيها انه هي بتتاكل ناشفه ولا بتتاكل شوي مع مي. بقى اليوم رح اعملكم اياها بالطريقه الشاميه. هلا حنشوف اول شيء المقادير. اول شيء رح احتاج تقريبا كيلو دجاج. هون رح احتاج، هلا انا هون قبل بوقت غسلت الملوخيه ونشفتها وصارت معي بهذا الشكل. هلا فيكم طبعا تحطوا يابسه او ممكن خضراء او ممكن تفرزوها بالفريزر اللي بدكم اياه. هون طبعا رح احتاج سمنه مشان تقلية الملوخيه. هلا انا جنب الملوخيه في شيء بيقولوا له فخده الدجاج. فخده الدجاج يعني انا يوم اللي بدي اعمل ملوخيه انا اجباري بدي اسلق دجاج. بقى هن اخترعوا هي الاكله مشان كمان تقيتهم اكثر، وبيلبق لها كمان جنب منها البطاطا وجنب منها بيعملوا الرز مع الشعيريه. هلا اول شيء رح نبلش بفخده الدجاج مع الدجاج. هلا حتشوفوا شو هن المقادير اللي عندنا. اول شيء رح اضيف الزيت. أكلة كتير طيبة ولذيذة وظريفة على الشتاء، يعني بتدفي. رح أضيف أول شيء الدجاج. طبعاً هذا الدجاج أنا كمان هلأ بدي أستعمل منه للملوخية، لهيك هنن مع بعضهم بيطبخوهم سوا، وأكتر شيء بيعملوه على فكرة بالعيد، يعني هي أكلة معروفة كتير وبدها شغل كتير، يعني لازم يكون في ثنتين نسوان بقلب المطبخ لحتى يشتغلوا فيها، او مره كثير فهيمه وشاطره وما بدها حدا. هلا طبعا هذا الدجاج رح يحتاج شوي من البهارات. هلا انا ما كثير بحب كثر بهارات، كمان ما كثير طيبه. هلا اول شيء بس رح اضيف هون بهارات مشكله تقريبا معلقه صغيره. رح اضيف ملح، يعني ثلاث عناصر بس. واخر شيء رح اضيف فلفل اسود. عن جد جربوها كثير طيبه وكثير لذيذه، رح يحبوها الاولاد لانه فيها مرقه، هي اكله شتويه نوعا ما، يعني هيك شوربتها بتبقى سخنه. هلا صفي بقى نعمل هاي البوكي جارني اللي هي الباقه العطريه. هلا انا كمان اليوم رح اضيف معها شويه خضره. هلا الجزر شو طيبته، هلا انا ما بدي استعمله، حشيله فيما بعد، بس هو تقريبا بيعطي طعم ظريف، تقريبا بشيل الزنخه من الفروج. ورح اضيف كمان معه بصله، ولحسابي هون الباقه العطريه وضيفها. طبعا هذا الاختراع ظريف لازم يكون موجود. هلا في اللي ما عنده اياها هي القصه ممكن يجيب كيس صغير قماش ويحط فيهم هدول الشغلات ويربطهم بشقفه او ب خيط، يمشي الحال. هاي ححط لومي، وهون ححط ورق. هدول اجباري لازم نحطهم مع هي الاكله، يعني ما هم اختياريين، هن اللي بيعطوا الطعمه الاساسيه للطبخه. هيك بتطلع المرقه تبعها خاطره ظريفه مو زايطه، وهيك صارت جاهزه. شفتوا كثير المعايير تبعها كثير سهله وبسيطه، ما بدها شيء. هون في عندي انا مي سخنه لحقيمه وضيفها، وهيك صارت عندي تقريبا فخدة الدجاج جاهزة. رح اتركها طبعا لحتى تستوي. هلا رح ننتقل على الأكلة الثانية الأساسية اللي هي الأكلة الملوخية. هاي الأكلة فعلا يلي كثير العالم كثير مو شوي دائما بتناقشوا فيها وبصير عليها مشاكل. أنا باكلها مفرومة، أنا باكلها بمرقة. هلا أنا منهم هدول الناس بصراحة، بس يعني اليوم بدي يكون محضر خير، يعني كل واحد حسب شو متعود عليها ياكلها. أنا بحبها صراحة ناشفة على الطريقة الشامية. هلا إلى طريقة هي رح اضيف انا شويه سمنه. هلا انتبهوا انا الكميه كلها بدي استعملها، بس انا شو بدي اعمل؟ رح اضيف شويه سمنه هون، رح صير قلي كل شوي بشويتها، يعني مو كلهم سوا، رح اقيم وضيف. نقوي الغاز كمان، حنرجع نضيف كمان شوي. يعني تقريبا هدول بدهم ياخذوا معي شي ثلاث قلايات. بدي قلي شوي وشيل، ايش قلي شوي وشيلهم على جنب. في ناس بتحط لها حمص، في ناس بتحط لها دبس فليفله على فكره، ناس بتعملها بمرقه كثير، ناس ناشفه، بقى على هيك دائما عليها خلاف وما بتعجب مين ما كان. رح بدل بالطناجر لانه هذا قوى، بنحطها هون عشان ما تاخذ معنا كثير وقت.
طبعا انا قبل بوقت كمان قليت لها هون توم، لانه بدي يبقى لها توم اكثر شيء، هي بتاخذ توم. اذا بتجيبه مفصص خالص مشان اللبكه بكون احسن. انا هيك بعمل بالذات بهي الاكله، لانه كثير بتاكل توم، تقريبا بتاكل كيس كبير، لانه هي اساسا الملوخيه طيابتها يكون التوم فيها ظريف. واهم شيء انا الملوخيه ما احط فيها الحامض، لانه متى ما انا حطيت الحامض بقلبها وخليتها يغلي على الغاز بدها تشلي، ما ظريفه هي ظرافتها. تعصروا الليمون عليها وقت بدكم تاكلوها. يعني اللي بيخرب الملوخيه هو فعلا الحامض، دائما خلوه للاخير، ما تحطوه مع الطبخه. واطيب حمض طبعا معه هو الليمون، ما بيلبق له غير الليمون. شايفين هلا هيك انا تقلت عندي بهذا الشكل، حارجع انا اشيلهم هدول على جنب، احطهم جنب هدول. رح اقيم قسم ثاني كمان شوية سمنة. يعني هدول السمنات بدهم يكفوا كل هدول. رح رد ارجع كمان شيل شوي من هدول. وارجع قلي. هيك زرافتها. هيك بتطلع كلياتها مقلاية الحبة واختها. كمان حارجع قلي. طبعا انا هون الفخده عندي حاتركها تقريبا منيح لحتى تستوي، بس صفي عليها اخر شيء بدي اعمل شغله بس لحتى تستوي. طبعا بدي اقلي عليها ثوم وعصفر تعطي طعمه كثير طيبه، وهي هيك بس. انا قبل ما اقلي عليها الثوم والعصفر بدي اخذ من المي تبعها وكمان اطبخ فيها الملوخيه. طبعا ما حاحتاج لمرق الدجاج اليوم، لانه اوريدي انا عندي هون سالق دجاج، فما حاحتاج. وانتبه اذا انتبهتوا هون ما حطيت بهارات كثير، بس 7 بهارات، ملح فلفل، وحطينا البوكيه جارني، بصلة، جزرة، تعطي طعمة كتير طيبة. وهيك تقريبا كمان تقليت. هلأ أنا شو رح أعمل؟ ما دامي أنا قليتهم كلياتهم رح ضيفهم على بعض كمان آخر تقلاية كلهم سوا، عشان اللي ما تقلى يتقلى. وخليهم شوي على الغاز لبين ما حد تستوي الفروج، لأنه أنا بدي أخذ هون من مرقة الفروج وضيفها على الملوخية. وبرجع لكم بعد شوي لورجيكم المرحلة الثانية للتحضير. يا صباح الخير عن جديد، وهلا رح نكمل معكم أكلة الملوخية يلي الحمد لله الكل بالاستوديو طلع بحبها، لأنه مثل ما قال ولد، يا ناس بتحبها يا أما ناس ما بتحبها. يعني بصراحة صاروا يقولوا لي هي ريحة البخور أساسا، يعني طاير عقلهم بالريحة. هيك تقريبا انتهت عنا الأكلة الملوخية، ومبسوطين كثير عن جد إنه اليوم رح ياكلوا ملوخية. هلا صفي عنا شغلة واحدة بس بالملوخية، هلا أنا بغيابكم بس قمت من مرقة الفخدة وحطيت قليت فيها الملوخية، سويت فيها بهذا الشكل، تقريبا ما أخذت معي كثير وقت، لأنه أنا أوريدي غاسلتها ومنقعتها ومقليتها، ما بدها كثير استوى. في ناس بتحطها على الغاز مدري كم ساعة، لا ما بدها كل هذا. هلا أنا هون في عندي كزبرة خضراء، لأني أنا اليوم عم بعملكم إياها بصراحة على الطريقة الشامية. يعني أنا بظن اليوم كثير حيصير جدال إنه لا ما بتنعمل هيك، لأنه حكينا بالقصة كثير. هلا لحرك الثوم بهذا الشكل مع الكزبرة، هي المرحلة الأخيرة من الملوخية. رح أضيف أول شيء كزبرة يابسة، هي الكل بيضيفها، هي اللي بتعطي الطعم الأصلية للكزبرة. وفي ناس ما بتستعمل الكزبرة الخضراء أبداً، ولا يمكن حتى ما بيعرفوها. هلأ رح نقيم ونضيف، رح أضيفها بهذا الشكل. بشوفوا شو رح اعمل هلا انا عشان تضل عندي الملوخيه خضراء وتضل اسمها ملوكيه وتنهدى الملوك. بس يا دوب رح اعمل هي الحركه، 1 2 وهيك 3، وصارت هون عنا اطيب ملوخيه شاميه. يعني مو لاني انا عاملتها، بس ما بتتخيلوا الريحه شو طالعه بتشل ذهب ذهب. خلص هلا هيك طفينا الغاز، بس ما حاطفي لانه بدي اياه. هيك صارت الملوخيه عندي جاهزه، رح نخليها بقى لورجيكم كيف رح تكون طريقه السكب. هلا حننتقل على الاكله الثانيه يلي قلت لكم دائما بتجي مرافقه للملوخيه، يلي هي فخده الدجاج. هلا تقريبا انا عندي هون الدجاج صار جاهز. هلا صفي عندي شغله واحده، رح اضيف هون الثوم اقليه. أنا قلت لكم وقت بدي أقلي أنا الملوخية وآخذ من مرقة الفخدة باخذ منها قبل ما أعمل هي العملية، يعني متى ما عملت هي العملية ما بصير أحطهم فوق الملوخية. رح أقليها هيك،
بهذا الشكل. ولبين ما تتقلى معي أنا بدي شيل البوكيه جارنيه من الطنجرة مع الجزرة مع البصلة، لأنه ما عاد بدنا إياهم، خلص أخذنا الطعمة. هيك صارت المرقة ما أحلاها، مثل مرقة السجقات يعني تقريبا. هيك يا بيضة ما أحلاها، لا زنخة ولا شيء ولا زفرة. كان في جزرة تانية حدا أكلها؟ ما لقيتها؟ لا ليك لقيتها. ها؟ رجعت وقعت. خلص هدول أنا ما عاد بدي إياهم، المهم أنا أخذت قمت الزنخة منهم وأخذت النكهة تبع البوكي جارني، خلص هيك تمام ما بقى بدي إياهم. هلا ضل قلي الثوم. هلا في ناس هي بتقلها بطاطا فرنسية، ناس بتقلها منزلت البطاطا ممكن يقلوا البطاطا ويسقطوها بقلبها، نصيحة لا تسقطوها بقلبها، خلوا البطاطا على جنب والمرقة جنبها ورز. يعني اليوم بدكم تعتبروا كأنه عاملين أربع أكلات، رز، بطاطا مقلية، وفخدة، وملوخية. بيقولوا ما عم دللكم، هي دللتكم اليوم. هي هي الطريقة، شفتوا قديش الثوم عندي هون مهروس ناعم؟ هيك بدي إياه. هي اللي بيعطي الطعمة الأساسية للفخدة. هلا حقيمة وطش عليها. هيك ما ضل عنا غير شغلة واحدة بقى، هي العصفور. رح اجيب انا شوية عصفور وفوقها رح اعمل هيك بهي الطريقة. يعني بفضل ما تحطوا كركم، حطوا عصفور بيطلع أزرف. وهيك تقريبا، مو تقريبا، هيك خلصت معانا أكلة الفخدة. بصراحة أنا بغيابكم صفي عندي شغلتين رح ساويهم، وأكيد هدول ستات البيوت ما بدهم معرفة لحتى يعملوهم. رح أقلي البطاطا، بس طبعا لحلتها بشوية نشا مشان ما تغب معي زيت، لأنه البطاطا عم تجي ما كتير ظريفة. وهون رح أطبخ الرز، ولا تنسوا تخلطوا بنوعين رز مشان يطلع ظريف، وبين السمنة وبين الزيت مشان يطلع مثل رزات الشيف تهامة. يسعد صباحكم عن جديد. وهيك خلصت مثل ما قال ورد الاكله الملوكيه، عن جد هذا الملوك يعني احلى عزيمه ممكن تصير معنا. وهيك صارت اكلتنا جاهزه. هون الملوخيه سكبتها، انتم شفتوا انا كنت خالصتها، بس حطيت لها ثوم والكزبره الخضراء، بس زينتها هون بفخدين من الدجاج. هي طبعا بترجع ست البيت اذا بتحب تنتفق او لا. هلا هون حنضيف شغله ثانيه، انا هون قليت ترانشات ثوم. اذا الثوم صغير خلوه مثل ما هو، اذا بده تقلى يعني تقطيع منقطعه. ورح اضيف شوي من الكزبره الخضراء. وشوفوا لي صحن هالملوخيه اذا ما بينهدى لملك عن جد، وبتصير عليه احلى عزيمه. يعني بس صفيان له شغله وحده، يعني ناس بتحبها بخبزه، انا بخبزه مع عصره ليمونه بهذا الشكل. وهيك صار الصحن عندي جاهز. وكمان بغيابكم قليت البطاطا، وشوفوا كيف صارت هي صحيح بطاطا عم تجي حلوه، ما عم تزبط معنا. خليكي تكوني شاطره وحطي لها بس شويه نشا، ولا تخلي البطاطا تكون عليكي. وهون الرز كمان خلص معي، وهي كمان الفخده. شوفوا المرأة كيف صارت بهذا الشكل. وان شاء الله يا رب هيك الاكله اليوم تكون عجبتكم، وبكره في اكله جديده وغريبه رح اعملكم اياها وكثير طيبه.